السلام عليكم يا شباب. فيديو قصير ان شاء الله نتكلم فيه بسرعة عن الفيتشرز اوف ذا بون اللي احنا المفروض نحتاجها في منطقة الثاي. بس معايا كده نتكلم على الفيمر. هنرسم الفيمر بالانتيرو سيرفيس بتاعها ومن البوستيرو سيرفيس بتاعها. دي الفيمر من الانتيريور سيرفيس بتاعها. بص معايا كده نتكلم عليها جزء جزء. تبدأ بهيد، يلي الهيد كالعادة، نيك. بص كده هتلاقي في الهيد في حتة ديبريسد كده، حتة ديبريسد دي بنسميها فوفيا، فص صغير بيطلع من الفوفيا ليجامنت مهم جدا بنسميه ليجامنت اوف هيد اوف فيمر. ده بالنسبة لمنطقة الهيد. بعد كده بيظهر عندي بروزين زي ما انتم شايفين كده، بروز كبيرة اهو ده كده وبروز صغير. البروز ده فقالك والله هما الاثنين بروزين فنسمي كل واحد منهم ترو كانتر. ده الجريتر ترو كانتر وده الليسر ترو كانتر. اوكي، ترو كانتر يعني منطقة بارزة بس مرتفعة بزيادة. طبعا بين الترو كانترز في لاين اهو صح، اللاين ما بين الترو التو ترو كانترز فنسميه انتر، يعني ما بين ترو كانتريك لاين، الخط ما بين التو ترو كانترز كده. الابر اند اللي احنا محتاجينه منها خلص. طبعا تحت بيبقى في عندي ميديال كوندايل ولاترال كوندايل، فوقهم المنطقه دي بنسميها ميديال سوبرا كوندايل ريدج ولاترال سوبرا كوندايل ريدج، او ميديال سوبرا كوندايل ميديال ايبي كوندايل ولاترال ايبي كوندايل، ميديال سوبرا كوندايل ريدج ولاترال سوبرا كوندايل ريدج زي ما احنا متعودين. ميديال كوندايل اللاترال كوندايل، ميديال ايبي كوندايل لاترال ايبي كوندايل، ميديال سوبرا كوندايل ريدج لاترال سوبرا كوندايل ريدج. انا هكتبهم على الجنب التاني. انا عايز بس اركز على التيوبركل اللي طالعه دي كده. التيوبركل ناحيه مجموعه من العضلات هنا اللي بتعمل ادكشن، لما تمسك العضله فيها في واحده من العضلات تمسك فيها هتعمل ادكشن للثاي فنسميها ادكتور تيوبركل. طب تعالوا نبص كده عليها من ورا، عندنا ريليشنز مهمه جدا عليها من البوستيريور سيرفيس. ده البوستيريور سيرفيس. طبعا زي ما احنا متعودين هيد نيك
lesser true counter, greater true counter. بص كده المرة دي اللي ما بين التو ترو كانترز تحسه حاجة كده مرتفعة، مش لاين خط زي ده كده، فنقول عليه ايه؟ نقول عليه انتر ترو كانتريك، بس المرة دي مرتفع شوية فنسميه كريست. انتر ترو كانتريك كريست، حاجة بسيطة. شايفين تحت الجريتر ترو كانتر في منطقة كده فاضية، أنا هلونها بالأسود كده، تحسها منطقة ديبريسد. قال لك برضه ما ينفعش نعدي على المنطقة الديبريسد دي من غير ما نسميها، فقالوا دي فصة تحت الترو كانتر فسموها ترو كانتريك فصة. كل اللي بقوله ده ريليشنز مهمة للمسلز اللي تبقى موجودة بعدين في المنطقة دي. اوكي بص كده بقى، أهم ما يميز البوستيريو سيرفيس، أهم ما يميز البوستيريو سيرفيس هو لاين موجود بالنص النص كده اسمه اللينيا أسبرا. لاين موجود في نص الشاف بتاع البوستيريو سيرفيس بتاع الفيمر. بص بقى اللينيا أسبرا هيحصل له امتداد فوق وامتداد تحت، هذا اللينيا اسفرا هيمتد فوق كده ناحية الليسر تروكانتر وناحية الجريتر تروكانتر، وهيمتد تحت ناحية اللاترال كوندايل والميديال كوندايل. تعالوا كده بقى ناخد واحدة واحدة ونشوف ايه الحاجات اللي امتد بها دي كده. امتداده فوق ناحية الليسر تروكانتر لاين حلزوني، فيسموا اللاين الحلزوني ده ايه؟ يسموه سبايرال لاين. طيب امتداده ناحية الجريتر تروكانتر بتيوبركل كده معرجة، مش لاين ده تيوبركل، فقال لك هنسميها جلوتيال تيوبركل. هتمسك فيها الجلوتيس ماكسيموس او جزء من الجلوتيس ماكسيموس، هنبقى نتكلم عنه بعدين ان شاء الله. كويس. طيب بص كده الكريست اللي رايح ناحيه الميديال كوندايل او الميديال ايبي كوندايل نسميه ايه؟ نسميه ميديال سوبرا كوندايلر ريدج، يعني الريدج اللي رايح ناحيه الميديال ايبي كوندايل. وبالمثل يبقى ده اللاترال سوبرا كوندايلر ريدج، يبقى دي اللاترال ايبي كوندايل. ده طبعا الميديال كوندايل واللاترال كوندايل. الكوندايل منطقة التمفصل يا جماعة، اللي هي الحتة دي والحتة دي، نسمي ده ميديال كوندايل وده لاترال كوندايل. كويس. يبقى في فصة اهي ما بين التو كوندايلز، الفصة دي كده فنسميها انتر كون دايلر فص. انا بس محتاج في المنطقه دي حاجه بسيطه اتكلم عن التيبيا كلمتين خفيفتين. كلمتين خفيفتين. بص كده التيبيا لما هاجي ارسمها، خلينا نرسمها من الانتيريور سيرفيس، التيبيا تبقى عامله كده. دي التيبيا لاترال، لها في ارتيكولار فاسك كده بيتمفصل مع العظمه اللي انا هرسمها دي. الفيبيولا. بص بقى دي التيبيا لها تو كوندايلز مقابلين للتو كوندايلز بتوع الفيمر، لاترال كوندايل وميديال كوندايل، ولها ارتيكولار فاسيت هنا اهوت، الارتيكولار فاسيت اللي بتتمفصل معاها الفيبيولا، يبقى ارتيكولار فاسيت فور فيبيولا. كل ده انا مش محتاج، انا محتاج حاجة واحدة بس، الحتة اللي انا هرسمها دي كده. المنطقة دي مرتفعة مرتفعة قدام التيبيا على الانتيريور سيرفيس بتاعها، يسموها تيوبروستي
of the tibia. ده اللي انا محتاجه تقريبا من الجزء ده عشان اقدر اتكلم على منطقة الفيمر، على منطقة العضلات. اهم حاجة انا محتاجها ان انا اعرف ان عندي ده جريتر تروكانتر، ده ليسر تروكانتر. بص كده على البوستيريور سيرفيس، عندي هنا تروكانتريك فوس ما بين التو تروكانترز على الانتيريور سيرفيس، انتر تروكانتريك لاين. طب ورا بيتحول لكريست، حاجة بارزة، حاجة مرتفعة، انتر تروكانتريك كريست. على البوستيريور سيرفيس في لاين اسفل البوستيريور سيرفيس بالشكل كده، بالشكل ده كده، اسمه لينيا اسبرا، بيمتد من اللينيا اسبرا للليسر تروكانتر السبايرال لاين، الخط الحلزوني، ويمتد من اللينيا اسبرا للجريتر تروكانتر تيوبروستي، اسمها الجلوتيال تيوبروستي، للبيز او الروت بتاع الجريتر تروكانتر. طب تحت بيمتد منه ميديال سوبرا كوندايلر ريدج ولاترال سوبرا كوندايلر ريدج. على الميديال سايد بتاعه هنا اهو، وعلى الميديال سايد برضه هنا بتظهر تيوبروستي او تيوبركل، اسمها ايه؟ اسمها ادكتور تيوبركل. اخر تيوبروستي انا محتاجها على الانتيريور سيرفيس اوف ذا تيبيا اسمها تيوبروستي اوف ذا تيبيا. بالمناسبه انا لو عاوز ارسم الباتيلا مكانها فين؟ مكان الباتيلا كده يا جماعه، ده مكان الباتيلا، الصابونه او الرضفه اللي بتبقى موجوده قدام الني جوينت. كويس، دي ايه؟ دي الباتيلا. كده يبقى احنا خلصنا الجزء اللي كان مطلوب مننا. اشوفكم بخير ان شاء الله مع اول فيديو للعضلات الفيديو الجاي. السلام عليكم.